هي محط القداسة فعلاً وفيوض الأنوار الخالصة، أول ما حرم الله من البقاع ومبتدأ البناء بالحجارة على الأرض. وضع أساسها النبي آدم، وبناها النبي إبراهيم وابنه إسماعيل، لتغير قريش لاحقاً في بنائها قبل البعثة النبوية. أسبغ عليها عبد المطلب بن هاشم أنواعاً من الزينة لتصبح بعده سنة. غسلها محمد صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى في تاريخها بعد فتح مكة. تعرضت الكعبة للهدم وأعيد بناؤها غير مرة. هدمت مرة في زمن قريش قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اجتمعت قريش على أن تبني هذا البيت وتعيد بناءه، ثم قالت لن نبني هذا البيت بأموالنا التي فيها ربا، ولا الأموال التي فيها مهور البغايا، ولا التي فيها كهانة، إنما نريد أن نبني البيت من حر أموالنا الحلال. حول الكعبة ثلاثة من أقدس أسرار الإسلام: الحجر الأسود، ومقام إبراهيم، وبئر زمزم. في الجهة الشمالية باب صغير يعرف بباب التوبة، وهو مختلف عن الآخر الخارجي الأكبر الشديد البهاء. جوانبها الأربعة تزدان جميعها بالرخام الأبيض، وآخر ملون ومزركش بنقوش إسلامية، فيما تضفي عليها الكسوة السوداء المزخرفة بألوان الذهب طابعاً مهيباً للغاية. كانت تكسى الكعبة المشرفة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالقباط، قماش القطن، وفي عهد المماليك كانت تكسى بالديباج، وفي العهد السعودي أصبحت الآن تكسى بالحرير الخالص، وهو من أفخم أنواع الحرير، وبالذهب الخالص وبسلوك الفضة. في منتصف الكعبة تنتصب ثلاثة أعمدة من الخشب المزخرف، بينها رابع معدني مطلي بالفضة، وعليه تعلق هدايا الكعبة، وتتدلى من السقف قناديل من الفضة والنحاس والزجاج المشغول. وها هي الكعبة اليوم بتاريخها الزاخر بالقداسة وفرادتها والأجواء الروحانية الخالصة التي توفرها لزائريها، تبقى ما بقيت الحياة قبلة للمسلمين ومحجاً لأرواحهم قبل أجسادهم.